لو الحكاية فيها إن فيجو. نروح بعد كده لبرج العذراء. برج العذراء النهاردة عندهم القمر في منزل الصحة، وده بيديهم طاقة ونشاط رائع، وهيقدروا ان هم يقوموا بواجباتهم على اكمل وجه، وخصوصا واجباتهم العائلية والمنزلية. وممكن يكون المحيطين بيهم بيحملوهم كتير من المسؤوليات، لكن هم عندهم القدرة ان هم يقوموا بواجباتهم وبمسؤولياتهم فعلا على اكمل وجه.